رجعنا معاكم مرة تانية بفقرتنا عن الأدب. الأدب فضلوه عن العلم. طبعا الجملة دي أكدت إن الأدب أهم بكتير جدا جدا من العلم والثقافة. دي الأدب ده بيبقى يعتبر الميزة الجمالية لأي شخص في الدنيا. طبعا الثقافة والعلم هي ميزة جمالية لكن مكملة، لكن الأدب الأساسي والأخلاق هي الأساسية لأي شخص في الدنيا. ولا ايه رايك يا بنات؟ اكيد طبعا يا هدير، طبعا الاخلاق هي الاخلاق، التربيه جايه، يعني بيقول لك التربيه والتعليم، التربيه جايه قبل التعليم. اكيد، لان اصلا التربيه هي ثمره اي اب وام في اولادهم، هما بالظبط بيدخروا في اولادهم في تربيتهم لاولادهم، لان بالظبط الادب ده التربيه لازم، بتبان من هما الاهالي. اي اب وام لازم يعلموا اولادهم الادب والاخلاق والاصول والدين، بالظبط لازم يبقوا معاهم في كل خطوه ولازم يهتموا بيهم، والاكيد اكيد بقى ان هم لازم يشاركوهم في كل حاجه. ولا ايه رايكم؟ اكيد اكيد طبعا لازم طبعا، يشاركوهم في كل حاجه في الدنيا اكيد. اي اب وام يا جماعه لازم يشاركوا ولادهم في كل شيء، حتى يتابعوهم، يشوفوا بيتفرجوا على ايه، يبقوا بيكلموا مين، اصحابهم بيروحوا فين، بيجوا منين، بيروحوا الساعه كام وبيرجعوا الساعه كام، حتى السوشيال ميديا اللي بيقعدوا عليه يشوفوا يتابعوهم بيتفرجوا على على ايه، السوشيال بيعملوا ميديا، ايه. بيعملوا حاجات صح ولا غلط، بيعملوا على السوشيال ميديا حاجات مفيده ولا اي مظبوط كلام. مظبوط. بالظبط فطبيعي ان اي اب وام لازم يكونوا مع اولادهم ويشاركوهم في كل يومهم، يسمع يومه من اوله لاخره. وعشان توصل للمرحله دي قبل ما تصاحب ابنك لازم انت تكون صديق له الاول، بمعنى ان اي اب واي ام لازم هم اللي يحكوا يومهم لاولادهم ويشاركوهم يومهم، صاحب علشان ابنك ابنك او بنتك يثقوا بالظبط فيك عشان ما يخافوش ويبتدوا ايه منك. يحكوا معاك، يبتدوا يحكوا لك يومهم ماشي ازاي، الترتيب بتاع اليوم، قابل مين، كلم مين، الحاجات دي كلها مهمة جدا 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 في انك تطلع نشء خلوق محترم صالح، ان انت هتبقى خلاص انت مسيطر على ابنك، وبدون تعب منك هتلاقي نفسك بتبتدي ان انت تقرب منه وتسمع منه بدون اي مجهود، هتلاقيه هو بيجي يحكي لك انا حصل معايا كذا، انا حصل معايا كذا، سواء صح سواء غلط. مطلوب منك انك تقيم ولادك وتقيمي بنتك، تقيموا سلوكهم وتكونوا معاهم، تشوفوا هم بيفكروا في ايه، بيروحوا فين، بيجوا منين، فكرهم واصل لحد فين. لازم تكونوا معاهم في كل خطوة، حتى التحديثات اللي حصلت في السوشيال ميديا، وطبعا الفجوه اللي حصلت بيننا وبين اهالينا في ان احنا اتربينا على السوشيال ميديا على الانترنت، طبعا اهالينا ما كانوش شافوا الحاجات دي، فدي بتعمل فجوه كبيره جدا جدا بين كل ام واب وبين ولادهم. عارفه يا هدير، المشكله ان هم المفروض يصاحبوا ولادهم. انا من فتره كانت في قضيه اللي هي البنت اللي في اسكندريه اللي هربت من باباها عشان تقريبا ضربها، عشان كانت بتكلم حد وكده. لو كان قعد معاها واحتواها، قعد يسمعها هي عملت كده ليه، لو كان في احتواء من الاباء والامهات كان ما كانش ده حصل. حتى لو الفترة. تشوفي كان منظرها عامل ازاي لما رجعت لهم تاني. انا عايز اقول لك ان كمان لازم كل اب وام يبقوا عارفين ان هما بيعلموا ولادهم، يعلموهم كمان ثقافه الاعتذار، لازم يتعلموا ثقافه الاعتذار ويعترف بغلطه، يعترف ان اللي هو عمله ده غلط ويعتذر. وعرفوهم برضو ان الاعتذار عمره ما كان بيقلل من اي شخص، الاعتذار طول عمره بيكبر من البني ادم، هيكبر في نظر نفسه وهيكبر في نظر المجتمع. ولازم تبقى اي اب وام عارفين ان ولادهم مثلا بيفتحوا اي ابلكيشن، بيدخلوا على ايه، بيستعملوا ايه، علشان كمان كل حد يبقى عارف مثلا ابنه بيتفرج على ايه، دخل كلم مين، طب البوستات اللي بينزلها شكلها ايه، محتواها ايه، بس من غير ما يحسوا ان ده تطفل. فهماني اللي هو لا طبعا هاتي او هي بعنف رقابه، بطريقه رقابه عنيفه. بس بدون ما تبين له ان انت بتراقبه، يعني انت بتراقبه بس انت ما تبينلوش ان انت بتراقبه، علشان ما يفقدش الثقه في نفسه ويبتدي يعمل الغلط، صح ولا ايه؟ طبعا بالظبط، المفروض يصاحب ابنه ويصاحب بنته، ما يخليهوش يخاف ان هو رايح يحكي له عن حاجه، لا يا حبيبي تعالى احكي لي، لا انا مش هعمل فيك حاجه، وبدون انا عنف يا هعرفك ندى، الصح ما يبقاش والغلط. في عنف بقى كده وزعيق وضرب. لا حتى لا لا في اللي انت بالراحه، قلتي عليه موضوع الاعتذار، ايوه بالراحه الاعتذار كده يعني يعرفوا الصح من الاعتذار الغلط. مهم جدا يا جماعه، لازم اعرفه انت غلطت، بس مش لازم هقعد اضربه، اقعد اعمل ازعق. الضرب ده اصلا اكتر حاجه غلط ممكن تتعمل من اي اب اي ام، ما ينفعش يعاقب ابنك خالص 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 بالضرب، ان انت تمد ايدك عليه ده ما ينفعش بالعكس خالص. هيعند بالعكس انت تتكلم معاه، تتفاهم معاه، تسمعه وتسيبه يقول رايه بحريه. طبعا لازم تعلموهم العادات والتقاليد، لازم تعلموهم الدين كويس قوي، لازم تربوهم على الخلق
لازم كمان تسيبوا لهم حريه الاختيار. انت بتعرف ابنك الطريق الصح والطريق الغلط، الايجابيات والسلبيات، وانت بتسيبه يختار ويقرر بنفسه هو عايز يعمل ايه، سواء صح سواء غلط، هو يتحمل نتيجه اختياره. بس برضو لازم يكون في حته اللي هي الرقابه، اللي هو هسيبك تمشي في الطريقين بس انا في ظهرك. مظبوط. انا معاك. اللي هو يعني هي امنيه ضدها ان هو يقول له يبقى يعني يعرفه الغلطات بتاعته اللي ممكن يقع فيها وازاي يلحق نفسه منها. هو ما يزعلش برضو لما يقول له انت رايح فين، ولا جاي منين، ولا انت طالع بره ليه، ولا كده يخوف عليه. أكيد كده بيخاف طبعا. عليه هو لما يكبر هيعرف ان ده فعلا بابا. بس عارفه لو خدوهم اصحابهم يعني بالزبط. انا النهارده خارجه رايحه مع واحده صاحبتي، هقعد جنب بابا او ماما واقول له، وبابا او ماما بيكلموني بالراحه هبقى مبسوطه. صح. مثلا كلبس مثلا، مش هخاف لو بقى بابا او ماما شافوني مثلا لابسه لبس غير لائق ما ينفعش انزل بيه، لو مثلا مفتوح يعني ايا كان. لو قالوا لي حبيبتي ممكن تاخدي برد لو لابسه حاجه زي دي، هتقبل الكلام. لكن ايه ان انت لابسه ده، خشي غيريه، ادخلي اللعيب، ادخلي مش عارف ايه، ازعل قوي. استميت بالراحه. طبعا. ايوه، اسلوب الامر بيفرق كتير بالسلبيه مع الولاد بالذات. وطبعا التربيه بتبتدي مع الولاد من هم صغيرين. لازم تبقي عارفه وانت بتربي علشان تاسسي صح، لازم تاخديهم وهم صغيرين وتعلميهم الحاجات دي وتزرعيها فيهم عشان تقدري تكبريهم على نفس المنهج. فيما بعد لما هيكبروا هتلاقي نفسك ما تعبتيش كتير زي زمان. يعني هي البدايه بتبقى من هم صغيرين، لان اي حد بيكبر على الاصول اللي اتعود عليها. حتى بتبقى صفه من شخصياته، صح ولا ايه؟ بالظبط. اذا كان عنيد بقى هيطلع عنيد ومش مش هيرد عليهم اصلا. انت بتزعلي كده ليه؟ انت بتتخانقي معايا كده ليه؟ الاساسيات اللي هي بتبقى من وهم صغيرين مثلا يهدير، بتبقى الصح والغلط. مظبوط. تمام. لكن بقى لما نكبر بيبقى في تصرفات تانية كتير، فاهماني؟ ايوه بالظبط. بيبقى في حاجات مش موجوده من واحنا صغيرين، فلو اتعاملوا بقى معانا وقتها بهدوء وبطريقه حلوه وجميله وانسيابيه وحاجه رقيقه كده، مبسوطين قوي. احنا هنحب ده اكتر. اكيد. وهنحب وهنلاحظ برضو اهتمام، وهنلاحظ فرق. ايوه طبعا. خليكم عارفين ان التكنولوجيا اللي بقت موجوده دلوقتي اثرت كتير قوي في التربيه. يعني زمان كان الاب والام هم اللي بيربوا وهم المسؤولين الوحيدين اللي على اولادهم في التربيه. تخيلوا دلوقتي بقى السوشيال ميديا، بقى النت، بقى الفيسبوك. السوشيال ميديا ليه اضراره وليه فوائده. اكيد طبعا. لو الطفل مش متعلم من بدايه ده ايه وده ايه، ويعمل الصح ازاي والغلط ما يقربلوش. حضرتك الطفل الصغير ده بيفتح اليوتيوب، انا بعرف افتح اليوتيوب عادي وبجيب الفيديوهات عادي. يعني وقلعت بقى وجبت الصغير. ايوه يا جماعه، هي بضغطه واحده لابنك او بنتك يقدر يعمل اكونت على الفيسبوك، يقدر يعمل انستجرام، يقدر يعمل تيك توك، يقدر يعمل قناه على اليوتيوب. وكمان التربيه جنبها الصحاب، عارفه لو الصحاب بالظبط الصحاب كويسين الموضوع هيختلف كتير. عشان التربيه في البيت كتيره جدا بس مش بالعدد. بره البيت بقى بيعملوا ايه؟ بصي انا هقول لك حاجه، مش موجود معاهم الاب والام. الاثر اللي بيأثر على الولاد في التربيه الصحاب، الجيران، المنطقه اللي هو عايش فيها، الاب والام، وطبعا طبعا طبعا السوشيال ميديا. طبعا ده يعني بيعرف من خلاله كميه معلومات رهيبه. ممكن مثلا لو اي اب وام ما سيطروش على اولادهم في الحته دي وكانوا مشاركينهم كل حاجه زي ما انا ما بقول، هتلاقي ابنه كده عارف معلومات يمكن الاب والام ما يعرفوش عنها حاجه. والله هتلاقيهم كل يوم بيعرفوا معلومات جديده، كل يوم بيجمعوا صوره جديده. وطبعا لازم لو انت لازم تشاركوا في حاجه زي كده علشان تقدر تسيطر عليه سيطره كامله، لان انت لو ما سيطرتش عليه خلاص هيعتبر كده الطفل او الابن ده ضاع، لان خلاص هو كون الصوره اللي هو عايزها. بس في حل تاني هدير. انا يعني على السوشيال ميديا والحاجات دي كنت بتابع، لقيت ان في ابهات وامهات بيتابعوا سياسه ان انا اراقب ولادي من غير ما هم ياخدوا بالهم ولا امسك حتى تليفونهم. صح. زي بقى ما يبقى كل حاجه على الموبايل بتاعهم، على الموبايل عندي. فاهمة الابلكيشنز والحاجات دي اللي بتهكر مثلا الواتساب كتير اللي بيعملوها يا امنيه. بس عايزه اقول لك حل عظيم جدا. يعني طبعا بس مش كل الناس بتعرف تعمل كده. خلاص. ايوه دي حقيقه. زي الهاكر والكلام ده كله. لا مش هاكر، هو ده مش هاكر، بس بالظبط الحاجات اللي على الموبايل، النمبر بتاع الواتساب. ايوه الكود اللي على الواتساب من هنا لهنا في دقيقه يكون عنده. أيوة خلاص. أيوة. انا كده عرفت. الباسورد بتاع الفيسبوك عنده من هنا لهنا، خلاص انا كده عرفت. بس دلوقتي تقريبا ما حدش بيعمل الكلام ده كتير. السؤال يعني هنا بقى بيقول، لو انا رقيبه على اولادي تفتكروا لو انا مش رقيبه على اولادي تفتكروا ان انا هقدر اسيطر عليهم لو هم مثلا بيستخدموا الفيسبوك وبيكلموا ناس ما اعرفهمش، او تيك توك وبيعملوا مثلا حاجات انا ما اعرفش عنها حاجه؟
تفتكروا هعرف اسيطر؟ اكيد لا، لا اكيد لا، اكيد طبعا. لا مش أكيد هعرف طبعا اسيطر عليهم، مش هعرف يكون عندي الرقابه الكامله لاولادي. لانه يعني بصي الموضوع التربيه ده بيأثر جدا 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 في الولاد وفي المجتمع. وطبعا احنا شفنا حوادث كتيره جدا 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 الفتره اللي فاتت في 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 بسبب نقص التربيه وبسبب قله الاهتمام وبسبب قله الرقابه. وفي بنات جدا، بنات كتير جدا في انتحار، بينتحروا عشان برضو اهلهم، عشان التاثير بتاع اهلهم برضو. تمام. طبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. بننهي فقرتنا النهاردة ونروح فاصل ونرجع مرة تانية.